أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي. إذا أحسنتم أحبتي الصغار، اليوم لدينا الصفحة 10 11 ثم 12، إذا الأسبوع الأول. الوحدة الأولى عندنا هنا عنوان كما ترون مآثر بلادي، وكما كتشوفوا معايا هنا عندنا صورة وأسفل الصورة كاين نص. إذا ألاحظوا أتوقع إذا ألاحظ المشهد لأتعرف ما يقدمه المديح. إذا شوفوا معي هنا، لكن كتشوفوا أب ثم ابنته ثم هنا تلفاز، هنا مذيع، هنا لدينا مآثر تاريخية، هذا مسجد. إذا أحسنتم، إذا أتوقع ما سيتحدث عنه النص. إذا فغالبا النص سوف يتحدث عن هذه المآثر، فهذا المذيع إذا سيتحدث عن هذه المآثر. أحسنتم، إذا أكملوا العنوان بكلمة مناسبة. إذا العنوان عندنا مآثر بلادي، نزيد لها شكل أخرى، مثلا مآثر بلادي الجميلة، مآثر بلادي الكثيرة، أو مآثر بلادي الرائعة، بحال هكا. إذا أحسنتم أحبتي الصغار، إذا دابا صغاري أنصتوا إلي جيدا، غادي نقراو النص وأنصتوا جيدا باش هكا تجاوبوا على الأسئلة بأجوبة صحيحة، حيث كل ما قريتوا النص مزيان وكل ما سمعتوه مزيان غادي تجاوبوا على الأسئلة إجابات صحيحة. أحسنتم، إذا كان أبي في غرفة الجلوس حين ناداني قائلا: اجلسي يا زينب بقربي وتابعي المشاهد التي تتوالى على شاشة التلفاز وأنصتي جيدا لما يقوله المذيع. كانت مشاهد المآثر بلادي تتناوب على الطهور، والمذيع يعلق ويقول: تعتز كل أمة بمآثر أجدادها، تصونها من التلف وتحفظها من العبث، وتعرضها أمام الزوار من أبنائها ليشاهدوا فيها صورا لحياة أجدادهم ورموزا لمجدهم وحضارتهم ودليلا ناطقا بعظمتهم، ولتكون لسان حالهم الذي يردد مع الشاعر: تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. أحسنتم، المغرب مليء بآثار عزه وعظمته، فحيثما وليت وجهك وجدت آثارا ناطقا وفنا خالدا وبنيانا شامخا يشهد على ازدهار حضارة أبنائه ويدل على مبلغ رقيهم وتقدمهم. فإذا جلت في فاس وقصدت جامع القرويين بها، أو مدرسة أبي عنان، أو ضريح مؤسس المدينة المولى إدريس الأزهر، فستشاهد الفن في أروع صوره وتقف مندهشا أمام إتقانه ومهارة منشئيه. وإذا دخلت إلى قصور مكناس ومساجدها، أو شاهدت في مراكش الحمراء صومعة الكتبية وقصر البديع وصهريج المنارة، فستجد فيها ما يرفع رأسك ويحفزك على الاقتداء بسيرة أولئك الأجداد العظماء. وإذا انتقلت إلى الرباط فستندهش وأنت تنظر إلى صومعة حسان المنتصبة إلى جانب ضريح محمد الخامس، يشهدان على مجد بلدك وعظمته في الماضي والحاضر. وفي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ستتوقف طويلا أمام روعة مسجد الحسن الثاني الذي تداعبه أمواج البحر، وستنبهر بزخارفه وفسيفساء الخزف الملون على سواريه وجدرانه ونقوشه البديعة على الجبس والخشب. كنت أود أن يطول البرنامج التلفزي لأنه شيق ومفيد، لكن سرعان ما قال المذيع: إلى اللقاء في حلقة قادمة مع مآثر خالدة أخرى من مآثر بلادي. أحسنتم، إذا صغاري دابا قرينا النص، إذا ننتقل إلى فقرة أنمي معجمي. إذا السؤال الأول: ألاحظ المشاهد ثم أصل كل معلمة باسم المدينة التي توجد فيها.
إذا هذا طريق محمد الخامس، مسجد الحسن الثاني، صهريج والمنارة، ثم جامع القرويين. إذا طريق محمد الخامس أين يوجد؟ طبعا يوجد بمدينة الرباط. إذا غادي نديرو خط هنا بهذا الشكل، هذا طريق محمد الخامس يتواجد بمدينة الرباط. إذا عندنا مسجد الحسن الثاني، إذا يتواجد بمدينة الدار البيضاء بهذا الشكل. هذا صغاري الأعزاء، إذا هنا عندنا صهريج المنارة، يتواجد صهريج المنارة بمدينة مراكش بهذا الشكل. هذا صغاري الأعزاء، إذا عندنا جامع القرويين طبيعة الحال كاين في مدينة فاس. أحسنتم. إذا بهذه الطريقة هذه أحبائي الصغار، دابا أصدقائي الأطفال غادي ينتقلوا للسؤال الثاني. أكمل شبكة مفردات كلمة حضارة. إذا هذه هي حضارة، إذا عندنا الشبكة ديال المفردات ديالها. إذا مثلا عندنا صوامع، ياك، مساجد، أسوار، ضريح، مثلا صحريج، مثلا قلع. المهم عندنا بزاف ديال الكلمات المتعلقه بالحضاره. اذا صغاري انا اخترت لكم هادو، كاين بزاف ديال الكلمات المتعلقه بالحضاره. اذا كاين صوامع مكتوبه هنا، درت صهريج بحال صهريج المناره، جامع، كاين جوامع كثيره في المدن المغربيه قديمه جدا، كاين اسوار، اسوار مثلا اسوار الموحدين، كاين اضرحه كتبت لكم هنا ضريح، وكاينين قلاع، عطى الله القلاع في المغرب قديمة جدا، خصوصا القلاع اللي كتواجد في مدينة ورزازات فهي مشهورة جدا. إذا أحسنتم أحبتي الصغار. إذا دابا أطفالي غادي ينتقلوا للصفحة 12. إذا عندنا أفهم، أضع علامة إكس أمام الإختيار الصحيح. إذا هذه اختيارات فيها واحد صحيح فقط، إذا نقراو باش نعرفوا شنو هو الإختيار الصحيح. إذا طلب الأب من ابنته الجلوس بجانبه لمتابعة ماذا؟ واش متابعة حلقة جديدة من مسلسل، برنامج تلفزي، أو نشر الأخبار؟ ماذا في نظركم؟ طبعا فهو برنامج تلفزي بعنوان مآثر بلادي. هذا البرنامج هذا بعنوان مآثر ماذا؟ بلادي. أحسنتم. إذا غادي نديرو علامة هنا. إذا بهذا الشكل هذا صغاري الأطفال. إذا دابا عندنا السؤال الرابع. إذا أقرأ النص وأتوقف عند كل اسم أثر، ثم أطلب من زميلي أو زميلتي تحديد المدينة التي يوجد فيها. إذا هذا الشيء غديروه في القسم مع الزملاء ديالكم. إذا كنا كاين جامع الحسن الثاني، مسجد الحسن الثاني كان بمدينة الدار البيضاء، كان صهريج المنارة بمراكش، كان مسجد القرويين بمدينة فاس، وكان صومعة حسان بمدينة الرباط. إذا أحسنتم. إذا دابا ننتقل للتمرين الخامس، أكمل الجدول بما يناسب من النص. إذا هذا الشيء غنخطوه من النص. إذا عندنا الأطار صومعة حسان، مسجد الحسن الثاني، ثم ضريح المولى إدريس بمدينة فاس. إذا وصفوها، إذا ناخذوا شي كلمات من النص ثم نديروها في الوصف. إذا صغاري أنا اخترت لكم هذا الوصف. إذا صومعة حسان تشهد على عظمة ومجد المغرب، تشهد على عظمة ومجد المغرب. أحسنتم. مسجد الحسن الثاني نقوشه بديعة وفسيفساء جميلة. إذا نقوشه بديعة وفسيفساء جميلة. إذا ضريح المولى إدريس إتقان ومهارة منشئيه. وعيد ضريح المولى إدريس إتقان ومهارة منشئيه. أحسنتم. إذا دابا غادي نمرو للتمرين السادس، انطلاقا من النص أذكر ما يدل على إعجاب زينب ببرنامج مآثر بلادي. إذا صغاري ما يدل على أن زينب معجبة ببرنامج مآثر بلادي هي قولها في الفقرة الأخيرة، كنت أود أن يطول البرنامج لأنه شيق ومفيد. أعيد، كنت أود أن يطول البرنامج لأنه شيق ومفيد. أحسنتم. إذا صغاري دابا غادي ينتقلوا للتمرين السابع، أحلل. إذا أحدد في النص المآثر التاريخية التي تبرز عظمة حضارة المغرب في الماضي والحاضر. إذا هنا عندنا صومعة حسان المنتصبة بجانب ضريح محمد الخامس. إذا اكتبوا معايا صومعة حسان. إذا دابا تبنى صومعة حسان، تقل التمرين الثامن، أعيدوا
قراءة كل فقرة وأقترح عنوانا لها. إذا كل فقرة نقترح لها عنوان. إذا أطفال الصغار، إذا الفقرة الأولى اخترنا لها برنامج مآتي البلاد، لأن هذه الفقرة تتحدث فقط عن البرنامج، بداية البرنامج. ثم الفقرة الثانية اخترت لها مآتي مدينة فاس، لأنها تتحدث فقط عن مآتي مدينة فاس كالضريح مثلا، ضريح، ثم مسجد القرويين. ثم الفقرة الثالثة اخترت لها عنوان روعة مآثر المدن المغربية، لأنه في الفقرة الثالثة ذكرت عدة مدن كمكناس ثم مراكش الرباط ثم الدار البيضاء. إذا كتبت عنوان روعة مآثر المدن المغربية. ثم الفقرة الأخيرة أو الرابعة اخترت لها عنوان انتهاء بث البرنامج، لأنها تتحدث فقط عن انتهاء بث البرنامج. إذا أحسنتم. إذا أعيد: برنامج مآثر بلادي، ثم مآثر مدينة فاس، روعة مآثر المدن المغربية، ثم انتهاء بث البرنامج. إذا الآن ننتقل إلى وركب وقوم. إذا أقترح عنوان آخر للنص. إذا صغاري، أنا كتبت لكم هنا روعة الحضارة المغربية أو تنوع الحضارة المغربية، كيف سواء درت روعة الحضارة المغربية أو تنوع الحضارة المغربية، فكلاهما صحيح. إذا أحسنتم. إذا هنا عندنا السؤال العاشر: أستعين بعناوين الفقرات لألخص هذا لألخص النص. إذا صغاري بهذا الشكل. إذا برنامج مآثر بلادي هو برنامج يبث على التلفاز، تطرق إلى مآثر مدينة فاس وروعة باقي المدن المغربية مثل مراكش ومكناس والرباط والدار البيضاء، وهو برنامج شيق ومفيد. أنا كتبت لكم هذا التلخيص على حسب هذا العناوين اللي درت هنا ديال الفقرات. إذا نعود: برنامج مآثر بلادي هو برنامج يبث على التلفاز، تطرق إلى مآثر مدينة فاس وروعة باقي المدن المغربية مثل مراكش ومكناس والرباط والدار البيضاء، وهو برنامج شيق ومفيد. هذا تلخيص بسيط جدا، كليكم ديروا شي تلخيص آخر، مهم أنا فقط بسطت لكم الأمور. إذا الآن غنتقل للسؤال 11: أبدي رأيي في معلمة من معالم بلادي. غتختاروا شي معلمة تاريخية وتقولوا الرأي ديالكم فيها. أنا اخترت قبة السلطان، أعجبتني، تتواجد بمدينة الرباط. إذا قبة السلطان هي من بين أجمل المآثر التاريخية بمدينة الرباط، تطل على البحر وتتميز بشكلها الهندسي الرائع. إذا أنا كتبت لكم هذا الوصف، هذا أنتم يمكن لكم تختاروا شي مآثر تاريخية أخرى وديروا لها الوصف اللي بغيتوا. إذا أحسنتم. إذا على حسب المدن ديالكم وحسب أو المناطق اللي عايشين فيها، ضروري يكون فيها شي مآثر تاريخية سواء في القرى أو في المدن أو في الأرياف. إذا أحسنتم. إذا دابا غادي ننتقل للسؤال 12: في المنزل أكتب بأسلوبي الخاص ما تعلمته من النص لأستثمره في إعداد مشروع. إذا في المنازل ديالكم هادشي كامل اللي شرحت لكم، غادي نتوما تعاودوا بأسلوب ديالكم الخاص، شنو تعلمتوا من هذا الدرس، هذا من هذا النص، هذا شنو استفدتوا من هذه المآثر هذو، وغتكتبوا على شكل ملخص. اذا احسنتم. اذا سالينا الحصه ديال اليوم. احبتي الصغار، نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الماجيه. ما تنساوش انكم تخليو ليا جيم الفيديو باش هكا يوصل اكبر عدد ممكن من التلاميذ. كذلك اذا اشتركوا في القناه، واذا كان ممكن انكم تنشروها بين الاصدقاء ديالكم التلاميذ، هما يستفدوا بحالكم. اذا دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.